İbrahim, İbrahim, لا تخف يا إبراهيم، فقد أرسلني إليك الإله ضابط الكل. قم الآن واذهب بسلام إلى بيتك في شبشير. ويقول الرب: لن أنساك، بل سأباركك أنت وزوجتك سارة، فإنها ستحبل وتلد ابنا ويكون اسمه مقاري، ومعناه الطوباوي، ويولد لك مباركا، وسوف يكون اسمه دائما إلى الأبد، ويكرز به في الأرض كلها. ويقول الرب: سأجمع إليه شعوبا من الأمم لا تحصى، يخدمونني ويمجدون اسمي في المكان الذي أعطيه له ميراثا إلى الأبد. وهذا المكان يمتلئ من الأولاد الروحانيين، ويكون كالفردوس على الأرض.
ذنبما تفسير مقاريوس تلميذك يا بنتونيوس طوبى وتفسير مقاريوس البس زيك وتوحد وبصدق لسانك يتمجد البس زيك وتوحد وبصدق لسانك يتمجد وبصدق لسانك يتمجد اسم الرب اسم الرب سلام. من كان يصدق يا ابونا ابراهيم ان بعد العمر ده كله ربنا يدينا مقار؟ ما هي دي الرؤية اللي انا شفتها يا سارة. امرني ملاك الرب ان اجي هنا شبشير وبشرني بميلاد الطوباوي مقار. بس انت كنت هناك في بلدنا كاهن الكنيسة وانت هنا تشتغل مزارع. ما دي ارضنا ملكنا. هو هنا مفيش غير كنيسة واحدة، وقوانين الكنيسة ما بتسمحش بكاهن غريب يخدم في المسبح المقدس إلا بشهادة من الأسقف بتاعنا أو بجواب توصية من الأسقف هنا. على العموم أنت هنا كل الناس بتحبك وأنت برضو بتخدم الكنيسة. البركة في مقار أهو دلوقتي بيقرأ الكتاب المقدس وبيعرف يفسره. طب مقار معناها إيه يا أبونا إبراهيم؟ مقاريوس اسم يوناني معناه الطوباوي أو مبارك أو سعيد. طب يلا بقى عشان ده ميعاد درس الكتاب المقدس بتاع مقار. يلا يلا يا مقار. يلا يا ابني. حاضر يا ابونا ابراهيم. يلا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ترى يا اولاد حافظين درس الاسبوع اللي فات؟ ايوه يا معلم. طيب قولي لي يا مريم، تقدر تقولي اتنين من التطويبات؟ ايوه يا معلم. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة انهم يتعزون. وانت يا ابراهيم يا ابني تقدر تقول المسيح وهو على الصليب لما قبل طوبة اللص اليمين قال له ايه؟ اليوم ستكون معي في الفردوس. كويس يا ابني. وانت يا مقار يا حبيبي تقدر تسمع لي مرد صلاة الصلح؟ أيوة. سمعني. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. ربنا يباركك يا مريم. رايح انت يا ابونا وانا هكمل بدالك. بس تعال انت روح وانا هحمل الجمال واطلع بدالك على وادي النطرون. ما هم بيسموك مقاريوس الجمال. ها مبارك ما فتحتوش تاني في موضوع الجواز؟ مفيش فايدة. هو قال لي ما تتعبوش نفسكوا، أنا مش عايز أي حاجة تبعدني عن محبة يسوع. تفكر يا مقار من 25 سنة لما ظهر لي الملاك في الكنيسة وأنا عيان وبشرني بميلاد الطوباوي؟ طبعا فاكر. يوميها قال لي إن ولاده هيملوا كل الدنيا واسمه هيتذكر في كل مكان. ما عشان كده لازم يتجوز عشان يجيب ولاد كتير. أنا أعرف بنت زي الملاك بس هو يرضى. وهي مين دي؟ مريم. مريم بنت المقدس صموئيل. مش هترضى لأن هي كمان مش عايزة تتجوز.
لا 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 ما تخافش، انا وامها ممكن نضغط عليها عشان ترضى، انت بس عليه بتضغط عليه هو. اندهولي وانا هحاول معاه. يا مقار مقار، تعال يا مقار يا ابني. نعم يا ابونا ابراهيم. يا مقار يا ابني، انا كبرت خلاص وعايز اشوف ولادك بقى، يعني لازم تتجوز وتريحني تاني يا ابونا ابراهيم. ما انت عارف رايي في الموضوع ده. يا ابني الجواز ما يتعارضش مع محبه المسيح. ما انا عارف يا ابونا، لكن انا عايز افضل زي معلمنا بولس الرسول وزي انبا انطونيوس. الله يباركك يا ابني، ما تزعلش ابوك، ابن الطاعه تحل عليه البركه. حاضر يا ام. باسم ربنا وخلصنا يسوع المسيح، مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضل، نعلن في هذا المحفل أرثوذكسي زواج الابن المبارك مقار على عروسته البكر الأرثوذكسية مريم خنفران نمبيوت نمبشيري نمبنغمة إستواب إكس مروت إنجيبيوت ببنتكرا. وأنا موافقاك يا مقار، أنا كمان كان نفسي أعيش عروسة للمسيح. يا أبني مش هتزعلي أو تتضايقي؟ وأزعل ليه؟ ده أنا حبي ربنا قد حبك ليه. أصلاً أبويا وأمي ضغطوا عليا عشان يجوزوني، وأنا ما كانش لازم أسمع كلام أبويا وأمي. قطع أباك وأمك كي تطول أيامك على الأرض. أصل وأنا صغير رسموني أغنستوس، يعني قارئ، وبعدين لما كبرت كانوا عاوزين يعملوني كاهن للكنيسة، والكاهن أصله لازم يتجوز. أي حاجة تعملها أنا موافقة عليها وهساعدك. طب اسمعي، أنا حبقى أخرج مع الجمالين اللي بيحملوا الملح الوادي النطرون لإقليم مصر. طب واطمن عليك ازاي؟ ما هو انا بين كل رحله ورحله هبقى اجي ازورك واشوف طلباتك. سلامتك يا بنتي، يا دي عندها حمى شديده قوي. ترى انت فين يا مقار؟ مقار مقار، قم وانظر حولك، تأمل الوادي وتأمل أعماق الجبل. أنا مش شايف غير الوادي وغابة، غابة كبيرة بيحوط عليها الجبل غرب النيل. يقول الرب إني أعطيك هذه الأرض ميراثا لك تسكنها وتثمر فيها، وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك، ويخرج من بين يديك أبناء روحانيين وسيكون رؤساء على الشعوب، والشعب الذي يخرج من بين يديك ويتعلم منك أبارك فروعه لتحمل أثمارا كثيرة حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وتذكر ما سمعت، ولا تخبر أحدا بما رأيت. إذا صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الرب.
الباقي في حياتك يا مار. الباقي في حياتك يا ابني. سامحني يا مار يا ابني، انا لما الملاك بشرني بولادتك قال لي ان هيكون لك ولاد كتير، افتكرت انهم هيكونوا من صلبك، وعشان كده ضغطت عليك عشان تتجوز. لكن دلوقتي بس فهمت انهم هيكونوا اولاد روحانيين، يعني تلاميذك. سامحني يا ابني. ماتت طهرة بتولية. خلص نفسك يا مقار، لأن الرب حيفتقدك زي ما افتقد أختك اللي سبعتك. يقول الرب: كونوا أطهارا وقديسين كما إني أنا طاهر. يا أبي الشيخ، أنا عارف إنك عايش في نسك وتوحد خارج بلدنا بقالك سنين وسنين. ما أنا بشوفك وأنا رايح وأنا جاي مع رحلة الجمال. أنا شايف نعمة الله فيك يا مقار. يا أبي الشيخ، أنا بعد وفاة والدي أبونا إبراهيم وأمي، وأنا حاسس إني حزين ومغموم. قول لي كل اللي عندك يا ولدي. انا حاسس ان عاوز اعيش لوحدي، عاوز اهتم بخلاص نفسي. عاوز الوحده؟ عاوز اعرف طريق الرب. انا شايف جمع من الرهبان محوطين عليه، كلهم منورين وعلى اكتافهم اجنحة زي الطيور، وسمع صوت بيقول: قم الان يا مقاريوس وابدأ الخدمة التي اعطيت لك. طب قول لي اعمل ايه؟ اللي بتفكر فيه يا ابني اعمله، لان دعوتك من الله، وانا شايف الله بيدعوك برحمته على البشر وبتدبيره للناس في كل وقت. طب شور علي، قول لي اعمل ايه؟ ابعد عن البلد، عيش في قلايا لوحدك، للي بيحبوا الله لسه ما دخلوش البريه ما عدا واحد بس، انطونيوس القديس. ادخل البريه جوه لان دعوتك هناك. ادخل البريه جوه، دعوتك هناك. ادخل البرية جوا يا مقار، دعوتك هناك. ادخل البرية، دعوتك هناك. زورا ايه يا اخوانا؟ احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده والكنيسة ما فيهاش كاهن يرفع الذبيحة، واحنا بإيدنا ايه نعمل؟ ما احنا طلبنا من سيدنا اسقف اشمون يجيب لنا كاهن ودينا قاعدين. طب اسمعوا، فيه راهب متوحد قاعد جنبينا هنا بقاله 10 سنين اسمه مجار. الراجل ده بركة، سمعت عنه؟ ايه ده، راجل كله بركة من يوم ما سكن جنبينا، والفيضان بيجي في معاده وبيجيب الخير كله معاه. طب يا اخوانا، لما في راجل بالبركة دي ما نروح نجيبه ونخلي سيدنا الاسقف يرشمه كاهن على كنيستنا؟ ما هو سيدنا عرض عليه اكتر من مرة وبرضه رفض. يمكن ربنا يحنن قلبه ويوافق المرة دي. واذا رفض يبقى نجيبه بالعافية. يلا بينا. يلا. اسقف اشمون عارف رأيي في الموضوع اللي انتوا جايين علشانه. ما مش معقولة تبقى انت موجود وكنيستنا من غير كاهن. خدمة الرب لها طرق كتيرة، وطريق الكهنوت واحد منها، وانا مش اهلي ليها، في اكفأ مني. برضو هناخدك معانا. انا طريقي في الحياة النسك والتوحد مش الكهنوت. ما انت كنت شماس وجوسوك عشان تبقى كاهن وما نفعتش لا هنا ولا هنا. ما شوف بقى يا ابونا، انت هتيجي معانا يعني هتيجي معانا، احنا محتاجين بركتك وصلواتك. يلا بينا يا ابونا مجار. يلا بينا يا اخوانا. يلا بينا يا ابونا مجار.
سلام يا ابونا. سلام يا ابني. ايه انت مش فاكرني؟ اه انت سلوانس. سلوانس الجمال، كنت مفوت عليك اخد السلال والمخالي واشتري لك عيش وملح. ايوه 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 سلوانس. ده انا بقالي مده قسيس هنا ما شفتكش، يعني امال كنت فين؟ انا كنت نواحي مصر، ما بيع واشتري بيع واشتري، اما خلصت فوت عليك في الجلايه وبعدين جيتك على هنا. طب انت وراك ايه دلوقتي؟ ورايا وريش حاجه، ده انا جاي في خدمتك. طب اسمع يا سلوانس، انا اول خدمه عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقه اهرب بيها من هنا. اهربك ليه؟ بقى اول طلب تطلبه مني اهربك؟ ده البلد كلها ما تحبك. اصلي عاوز ارجع لحياه النسك والرهبنه، مكاني مش هنا، انا ما انفعش قسيس، وبعدين انا عاوز اروح حته بعيده ما حدش يعرفني فيها. والناس عيبكم من غير كاهن؟ يا ابني الكهنه كتير وربنا يبارك فيهم. طب انا عندي طلب. اطلب يا سلوانس. اقعد معاك واخدمك. ماشي انا موافق. طيب خلاص، يبقى كده لم حاجاتك وخلاجاتك وانا بالليل اهربك من الباب الوراني بتاع الكنيسه. يلا تعالى هنا. انت رايح فين؟ عاوزه مني ايه؟ عاوزه مني ايه؟ انا ليه كل ما احاول اقابلك بتهرب مني؟ اوعى كده سيبيني. هو انت تعمل عملتك وعايزني اشيلها لوحدي؟ محدش ضربك على ايديكي يا جبان، كلها كم شهر وبطني هتكبر. طب ما تتخلصي منه. ازاي هقول ايه لابويا وامي؟ وانا هقول ايه لابويا؟ ما انا حاولت اتقدم لك واهلك اللي ما رضيوش. طب حاول تكلمهم كمان مره. لا خلاص انا سايب البلد دي وماشي. طب وانا هقول ايه لاهل البلد لو دريوا بالمصيبه دي؟ يا نهار اسود، الراجل المتوحد ده. قولي لهم ان انا رحت الم شويه حطب من عند القلايه ومسكني الراجل المتوحد غصب عنه. بس ده حرام، ده غريب عن البلد ومحدش يعرفه وهيصدقوكي. خلعت لبس الكهنوت وقعدت تشتغل تاني يا مقار. سلام يا ابونا مقار. سلام يا سلوانس. بعت لك السلال والمخالي وجبت لك العيش والملح. طب يلا ناكل لقمة ونكمل شغل. يلا. درامش قدامش، دي مصيبة مصيبة مش قادر افهمها. استنى بس استنى بس لما نشوف اللي حصل ده وحصل ازاي. اتكلمش، مين اللي عمل معاك كده؟ اتكلمش. هو مين؟ اتكلمش. المتوحد اللي في القلاية. رحتي له برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟ انا رحت اجمع شوية حطب مسكني غصب عني وخلاص بقى. خلصت روحي. ما تهدى بقى خلينا نفكر هنعمل ايه. البنت عيالة وتضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو. يعني لو قتلته بيدي المشكلة هتتحل؟ محدش قالك اقتله ولا توسخ ايدك بيه. انت تجيبه هنا نجوزها له ويصرف عليها لغاية اما تولد. يعني خدها ولجحها له في الجلاية بتاعته؟ لا ما قلناش كده. انت تلم شوية رجالة من اهل البلد وتجيبه هنا ونجوزها له. هات البت وتعالي وراي. تعالي هنا. هو ده؟ في ايه يا ابني؟ في مصيبة. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل يا ابني؟ مش عارف ايه اللي حصل. شايف عملتك السودة؟ شايف؟ ابونا مجار طاهر ومتوحد ومش ممكن ابدا يعمل عملة زي دي. سلوانس، المسيح مشي في طريق الالام والشوك واهانوه وما مدش ايده على حد. ايوه اتمحك في المسيح بقى واعمل ما بدهالك. وانت ايه اللي يرضيك يا ابني؟ اللي في بطنها ده ابنك وهي اعترفت عليك. مجار، يا تتجوزها يا هقتلك واطفلك هنا. انت بتضيع وقتك معاه، احنا ناخده ونربيه. تعالي ابونا مجار. ابونا مجار دافع عن نفسك، قول ان ده ما حصلش. ساكت ليه؟ اوعى اوعى
تعالي قدامي، تعالي يا رب يا رب يا يسوع، مد ايدك وانقذه يا رب. ناس حرام عليكم، بقالكم 3 ايام نازلين فيه ضرب وهو ما فتحش بوجه. ما هو مش عايز يتكلم. وانت اديتوله فرصه نازلين فيه ضرب، قولوا انتوا عايزين ايه؟ ايه اللي يرضيكم؟ يتجوزها ويصرف عليها. ده متوحد ومش ممكن يتجوز. هضربه لحد ما يموت. لا انا هضمنه. تضمنه كيف؟ يصرف على بنتكم واللي في بطنها لحد ما تولد، وبعد ما تولد يبقى ربنا يفرجها. وإذا قصر أو هرب أنا المسؤول. رجبت فداه. رجبتك ورجبته إن شاء الله. فك وامشي من قدامي. فك. ابعت مصاريف البيت بكرة هي وابنها. كدي واشتغل يا مقار، بقالك زوجة وولد. طب اقعد استريح وأنا هكمل. لا، ما انا لازم اشتغل عشان اقول مراتي واللي في بطنها ده. مراتك منين؟ ده ناس بتتلكك عشان تصرف عليهم. ما هي مراتي قدام الناس وقدامك علشان كلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب. وانت ساكت ليه؟ مش هتدافع عن نفسك ليه؟ لكي يتمجد اسم الرب وكل واحد يعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نكمل شغل عشان الواد اللي جاي في السكة ده. استحمل يا بابا، استحمل يا بابا، مش عارف يا بابا. أربع أيام بنولد فيها. أنا بقالي 10 سنين بولد ما شفتش العجب ده. البنت بتموت يا أختي، اتصرفي اعملي معروف. واعملي أكتر من كده؟ العيل محشور وراسه 1000 سيف ما هو نازل. دي باين عليها راكبها شطان. يركبها شطان وهي بتولد؟ هاتوا لها حد يصلي لها. أنا خلاص مش نافعة. أجيب مين بس؟ ليه يا رب سمحت بالتجربة دي؟ انت عارف، انت عارف ان انا بريء. عموما ان المر الذي تختاره لي خير من الشهد الذي اختاره لنفسي. لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك. اللي حصل لك يا بنت يا اختي هو فين ابو الولد؟ ما يجي يشوف مراته اللي بتموت دي. انا استاهل الموت يا امه، انا استاهل. خطيت يا امه. اتهمت مع ارض المهدري. مش هو ابو الولد، مش هو. مش قلتلك راكبها شطان؟ اتهمت بواحد ظلم. هو عمره ما جه جنبي، حمسني.
وايه اللي خلاكي بس تقولي كده؟ الشيطان، الشيطان والراجل اللي عرفته، واللي انتوا ما رضيتوش تجوزوني ليه؟ ايه بتقول ايه؟ ودي انا هجيبه من تحت الارض. سامحني يا ابونا مقار، سامحني يا ابونا مقار. ليه يا بنتي؟ ليه يا بنتي ظلمت الراجل ده؟ سامحنا يا رجل الله، سامحني يا مقار، سامحني يا رجل الله، سامحني يا مقار. وقعدت أربع أيام تتعذب وتتألم ومش قادرة تولد. أول ما اعترفت بالحقيقة ولدت على طول. ليتمجد اسم الرب. كان فيه شاب جارهم عاوز يتجوزها، هو ده أبو الطفل، هو اللي عمل عملته وهج وساب البلد. أهل البلد جابوه تاني وأجبروه إنه يتجوزها. إيه بتعمل إيه؟ رايح فين؟ أنا لازم أهرب من هنا بسرعة يا سلوانت. تهرب بعد ما ربنا شال عنك العار تقول أهرب؟ مفيش وقت، لازم أهرب من هنا. ما ينفعش، أهل البلد جايين طالبين بركتك. ما هو ده تدبير إلهي، عشان كده لازم أهرب من هنا، أهرب من هنا لأن الرب أراد إن أنا أسيب المكان ده وأمشي. رايح على فين؟ يا رب يا يسوع المسيح، المجد ليك يا رب، المجد ليك. نور طريقي بروحك القدوس يا رب. خايف، خايف يا رب يا يسوع، أتوه في غربة الحياة. مش عارف أروح فين يا رب، مش عارف. قلبك تقل ليه يا مقار؟ نسيت كل اللي تقلك؟ تحتملت التجربة علشان توصل للكمال. بالخبرة والتجربة هتتعلم الجهاد اللي هيكلفك بيه الرب. كمل خدمتك وتناول من الأسرار المقدسة، لأنها هتطهرك وتقويك. وغدا كن ومنطق ذاتك بقوة الله، وتعال للمكان اللي هتسكن فيه بأمر الرب، لأن الرب أراد أن تكون أبا لكثيرين، ليس بالجسد بل أبناء روحانيين يحفظون وصايا الرب التي يعطيها لهم. قم بقوة الله وتعال، تعال وانظر ما أريك بأمر الرب، تعال وانظر ما أريك بأمر الرب. ده المكان الواسع اللي حاسكن فيه. اختار المكان المناسب واسكن فيه. ياه، طب قول ارشدني اسكن فين؟ فين في الجبل ده؟ البرية كلها قدامك، جرب واختار المكان اللي يناسبك. دي ارادتك واختيارك. خلي بالك من الشياطين والأرواح الشريرة اللي هتحربك. وإن صمت هزورك دايما بأمر الرب. أسكن البرية وجرب وأنا معاك
كل وقت كما أمرني الرب. الرب لي رعي فلا يعوزني شيء، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الموت الرب لي رأي فلا يعوزني شيء، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الموت فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع، فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع. صباح الخير يا أبو معار. صباح الخير. عندك خوص؟ اهو اتفضل خد اللي انت عاوزه. تديني نصه؟ اتفضل. طب ما تقسم يا هبا. حاضر اهو اتفضل اختار. لا انت اللي قسمت، انت اللي تختار الجزء اللي يعجبك. حاضر انا اخترت الجزء ده، اتفضل انت ده. منك يا مقهار. منك يا مقهار. مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة فيك. كل ما نيجي نوقعك في الخطية تنتصر علينا، كل ما نيجي نهزمك تغلبنا. منك يا مقهار. انت مين؟ انا شيطان الطمع. الرب يهلكك. ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع من روحي كاملة. يا ربي يا يسوع، أنا جيت المكان ده بقالي 3 سنين وسكنت البراري كما أمرت. ده مسبحك ناحية الشرق ودي مغارتي، وبقالي 3 سنين ساكن البرية، ملقتش هنا إنسان سكن البرية غيري يرشدني للفضيلة وحياة الرهبنة. أعمل إيه يا ربي؟ أنا سمعت لما كنت نواحي مصر بيتكلموا عن أبا أنطونيوس اللي سكن البرية الداخلية من سنين. أروح له يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري. Thank you.
يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا رب يسوع المسيح ارحمني. اقعد يا ابني. يا رب يسوع. مقار يا ابني، الرب الهي اعلمني بامرك ومحبتك وعرفني انك جاي تزورني، ولانك طوباوي زي اسمك ربنا امرني اساعدك وادبر امورك. ارشدني يا ابا انطونيوس. اذا حربتك الشياطين خليك كامل واصبر حتى الموت. عاوز اتعلم منك يا ابا انطونيوس. انا هعلمك حاجات عن زي الرهبانة المقدسة، اما معنى التوحد والجهاد في الرهبنة فهتتعلمه لوحدك من فم الله المبارك. طب خليني قاعد معاك. كل واحد لازم يفضل في المكان اللي اختاره له ربنا. قولي نصيحتك. الشياطين هتحاربك، وكل ما تعمل عمل الله هيحاربوك اكتر. تشجع يا مقار، لان رب المجد معاك. يا رب يسوع. يا انت هتسيب الانسان ده كده يسكن معانا في البريه؟ دي البريه هتبقى ملجا ومين بقى؟ اللي عاوز يسيب الدنيا يجي يسكن لنا هنا ويبنوا مدن سمائية ويطلبوا الحياة الأبدية. لا 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 لا، ده مش ممكن يحصل. احنا لو سكتنا على ده يبقى هيتجمع حوالي شعوب كتير. والبرية مش هتبقى بتاعتنا، ولا حتى يكون لنا سلطان عليها. هيقعد يصلي هو وولاده ويعذبونا بصلاتهم. لا 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 لا، واحنا لا يمكن نتفق مع بعض خالص. صح كلامك. يا ربي يا يسوع، الشياطين واقفة على باب قليتي بتحاربني، عاملين زي الفرسان بيقتلوا بعض، وشوية واقفين على باب قليتي بيعملوا كور من نار ويحدفوها على المغارة تولع نار، وكل ما يجي الصبح يا ربي افتح باب قليتي ما لقاش حد. عاوزين يبعدوني عن طريق التقوى زي ما قال لي ابي يا ابا انطونيوس. نفسي اشوفك يا ابا انطونيوس. ابا انطونيوس. ابا انطونيوس. ابا انطونيوس. نفسي اشوفك يا ابا انطونيوس. عاوز اجيلك يا ابا انطونيوس. ابا انطونيوس. يا أبا أنطونيوس. يا أبا أنطونيوس. يا رب يسوع. الرب سمح بتجربتك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الكتير من ولادك، لأن ربنا أراد إنك تكون أب لأبناء كتير يحبوا الحكمة الحقيقية للرهبنة. مقار، أنت هتسكن البرية الغربية وهتنور بيك وبولادك. خليني قاعد معاك يا أبا أنطونيوس. كل واحد يفضل في المكان اللي حددهوله ربنا يا مقار. الشياطين بتحاربني يا أبا أنطونيوس. وهتحاربك أكتر وأكتر، لكنك هتصمت
وحيكون لك أولاد روحيين يمجدوا ربنا يسوع المسيح، والله حيديك موهبة شفاء المرضى هناك في برية شهيد. باسم الصليب، هناك قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. يا رب يسوع المسيح، خلي دي معاك وحجيب لك زي الرهبنة. مقار مقار مقار، لأنك سمعت وصاياي وأحببتني وأطعتني وتركت العالم خلفك وسكنت المكان الذي اخترته لك، ها أنا أجمع حولك في هذه البرية شعوبا لا تحصى من كل أمة، كي يخدمونني ويمجدونني وأتمجد بهم ويباركون اسمي بأعمالهم الصالحة. ولا ترفض أحدا من الذين يأتون إليك. الطريقة الصالحة لأخ بيبتدي الرهبنة، يسكن قليته وما يفكرش في أي حد، يهرب يهرب من الناس ويسكن قليته، يصلي ويصوم ويتأمل ويصمت. يا أبا مقار، احنا عايزين نعرف أهم النصايح للحياة الرهبانية. الوحدة الوحدة. وإيه معنى الوحدة يا أبا مقار؟ الوحدة هي حفظ العينين والأذنين وطهارة اللسان والقلب. لا ترد الشر بالشر، لا تدين من هم أقل، تحمل الإساءة وعدم الغضب. الوحدة صلاة وصوم وتصميم على الطهارة. الوحدة مجدها غير محدود. وإزاي يا بمقار أهيئ نفسي للوحدة؟ جميع القديسين وجدوا الله في الوحدة، وربنا بداهم قلوب نقية وكشف لهم أفكار عظيمة وهم تايهين في البراري جياع وعطاشة، يناجوا الله ليل ونهار. هم دول اللي ليهم الشهادة الجليلة،
هم دول اللي عرفوا الله في الوحدة. يا أبا مقار احنا عايزين نخلص أنفسنا، لكن الأفكار الخبيثة ما بتفرقناش. اللي يلبس الزي الرهباني ويعيش في وسط العالم يبقى بيخدع نفسه وتعبه في الرهبنة باطل. اللي يلبس الزي الرهباني لازم يبتعد عن العالم ويعيش في الوحدة عشان يناجى الله ليل ونهار. عشان نبقى رهبان لازم نبتعد عن العلمانيين. مش معنى كده ان العلمانيين ناس مش كويسين، لا، لكن لكل واحد طريقته في الخلاص، وهم ليهم طريقتهم في الخلاص حسب اسلوبهم في الحياة. لكن احنا لازم نبتعد عن الناس، لان لو حد شتمنا مش هنخسر حاجة، لكن لو حد مدحنا هي دي العقوبة الكبرى. طب اتفضلوا انتوا دلوقتي. ما تعرفش فين قلايت أبا مقار المصري؟ مين اللي عاوزه؟ عايزين نقابله. أنا مقار المصري. إحنا أغراب مش من هنا. أنا اسمي ماكسيموس وده أخويا دوماديوس، وعايزين نقعد معاك هنا في البرية. أنتوا منين؟ إحنا أصلا من سوريا، كنا قاعدين مع أبا أغابيوس، ولكن قبل ما يتنايح حلنا نيجي نقعد مع أبا مقار المصري. لكن العيشة هنا صعبة. أرجوك يا أبا مقار ما ترفضناش. وحرفضهم ليه؟ ما يمكن أكون عقبة في طريقهم. بكرة الصبح تحفروا قلاية وتقعدوا فيها ونتقابل. والرهبان هنا بيشتغلوا في إيه؟ لا، هنا بيشتغلوا في حاجات كتير. بيضفروا الخوص والغلقان والبوص. أنا هعلمكم كل حاجة. اتفضل. أبا مقار راح فين؟ كان هناك بيحفر البير بتاعه. ده كان هنا دلوقتي، ده اختفى خالص. اصله راح عند راس الوادي. هو راح يوصل ماكسيموس ودوماديوس وبعد كده يحفر البير بتاعه. طب يلا يلا ندور عليه لحسن ده اتاخر خالص. يلا يلا يا واد. اسبقني انت وانا هستريح شويه. حاضر يا ابينا. بتجري على ايه يا خادم الشيطان؟ انا خادم الشيطان؟ انا حوريك الشيطان ده بيعمل ايه. تعال. خلي عنك يا راجل يا نشيط. انت بتقول ايه؟ انا بحييك. بتحييني؟ شفت مني ايه كويس عشان تحييني؟ انا شايف انك راجل نشيط وشغال، بس يا خساره ما انتش عارف بتشتغل ليه. انا بخدم الهنا حورس. انا من كهنه الاله حورس، وانت الاب مقار خادم الله العظيم. انا لسه ضارب واحد من عندكم دلوقتي بيقول لي ان انا بخدم الشياطين. انا بخدم الهنا وانتم بتخدموا الهكم. يسوع المسيح ابن الله الحي. ايوه، يسوع المسيح. هو يسوع المسيح زي إلهنا حورس؟ لا، يسوع المسيح مش أسطورة ولا تمثال زي حورس. يسوع المسيح ابن الله الحي. يعني إيه ابن الله الحي؟ شوف، أنا شايف إنك راجل نشيط ومتدين وبتخدم إلهك حورس، مش كده؟ تمام. وعندنا كمان أتون وراع. بس خلي بالك الحاجات دي كلها كانت اساطير قبل ميلاد المسيح، لكن مش حقيقة. وايه هي الحقيقة بقى؟ الحقيقة ان الاله الاب في السماء ارسل ملاكه العذراء اسمها مريم يبشرها ويقول لها الروح القدس يحل عليك والمولود منك قدوس وابن العلي يدعى، اللي هو يسوع المسيح. احنا عندنا اوزوريس هو الاب وايزيس هي الام، حملت بواسطة حمامة فنقلت الحياة من اوزوريس الى ايزيس فولدت حورس. بس خلي بالك
ان دي اساطير وبس، يعني ازيس واوزوريس وحورس التلاتة تلات اله، لكن احنا عندنا الاب والابن والروح القدس التلاتة واحد. يعني ايه بقى؟ يعني الاب هو الذات الالهية، والابن هو العقل الالهي، والروح القدس هو روح الله. الاب والابن والروح القدس التلاتة واحد. الحقيقة انا ارتحت لك قوي وابتديت افهم. عايز اقدم لك هدية. اتفضل اتفضل، ده مفتاح الحياة، هدية مني ليك. انت عارف ده رمز لايه؟ رمز للصليب بتاعنا، صليب رب المجد يسوع المسيح. الصليب عندنا هو مفتاح الحياة الأبدية. أنا مش هسيبك النهاردة، أنا جاي معاك، عاوز أفهم أكتر، تعال فهمني. ما تزعلش مني يا ابني، الكلمات الشريرة بتحول الناس الطيبين إلى أشرار، والكلمات الطيبة بتحول الأشرار إلى أبرار. يلا نيح الله روح القديسين ماكسيموس ودوماديوس. دول قعدوا معانا ثلاث سنين ما حسناش بيهم، كنا بنشوفهم يوم القداس بس عشان يصلوا معانا، ده اذا كان عندهم وقت اصلا نشوفهم فيه. عاشوا ثلاث سنين قافلين عليهم قلايتهم، مش عارفين كانوا بيعملوا ايه. هيعملوا ايه؟ صلاة وصوم، اصلهم ولاد ناس كبار قوي. هم اصلهم روم، ده تعرف فين اهلهم؟ دول باعوا الدنيا والاهل علشان يشتروا المسيح. يابا موار، مين دول وايه حكايتهم؟ لما جالي القديسان ماكسيموس ودوماديوس قلت في عقلي بالي ده شكلهم صغير وحياة الرهبنة صعبة وحتخليهم يهربوا لوحديهم. قعدوا معانا ثلاث سنين ما زارونيش ولا مرة، وفي يوم صليت لرب المجد وصمت أسبوع عشان يكشف لي أعمالهم، وقمت رحت لهم. خبطت، فتحوا لي، دخلت وقعدت. بعد شوية الأخ الكبير شاور للأخ الصغير، سابنا ومشي، وفضل الأخ الكبير يضفر الخوص، وفضلنا ساكتين. الساعة 9 بالظبط الأخ الصغير رجع، خبط، دخل، حضروا العشاء، ثلاث خبزات، أكلنا وحمدنا الله. وفي نص الليل الأخ الكبير صحى الأخ الصغير وقاموا علشان يصلوا، وقعدوا يصلوا. الأخ الصغير وهو بيصلي كانت الشياطين بتلف حواليه، لكن ملاك الرب ماسك سيف من نار وبيلف حواليهم يطردهم. وبعدين صحيت، قالوا لي تيجي تقرا معانا المزامير. قلت لهم وماله؟ الاخ الصغير قرا المزامير وكأن مصباح من نار طالع من بقه، والاخ الكبير قعد يقرا المزامير وكأن حبل من نار طالع من بقه. جا عليا الدور عشان اقرا، ما قدرتش، قلت لهم سامحوني وصلوا من أجلي. احنا هنبني هنا كنيسة وهنعمل دير ونسميه دير القديسين ماكسيموس ودوماديوس، دير الروم. يا أبا معار، يا أبا معار، يا أبا معار، أنا الأسقف إسحاق من أبروشيت وسيم،
عندنا هرطوق اسمه راخه بيجدف على الناس وراكبه شطان الزندقه واشاع بين الناس ان مفيش حاجه اسمها قيامه بالروح والجسد بعد الموت كما قال لنا السيد المسيح له المجد، وان الزواج الطاهر بين الرجل والمراه اللي حلله الله واللي هو سر من اسرار الكنيسه رذيله ومرفوض. ده يبقى ركبوا الغرور والكبرياء وسكن فيه مكر التجديف، هي دي تعاليم الهرطقيين. اكتر من 500 راجل سمعوا تعاليم وفرقهم عن زوجاتهم ومشي وراه، يعني اكتر من 500 اسره مسيحيه ضاحت. وانا من حزني على رعيتي ما لقيتش قدامي غيرك، جيت لك ماشي من ابرشيه اسيم لبريه شهيد علشان توجد لي حل. بس انا راجل ضعيف ومسكين اعمل ايه؟ بحق يسوع المسيح اللي قدم ذاته للعذاب والموت علشان يرحمنا من عبودية الشيطان، اعمل حاجة، شعبي هيضيع، رعيتي هتهلك، وانا خايف من المسيح اللي قال انا اطلب دم خرافي من ايديكم. عشان ضعفك وخوفك على شعبك ولانك بتخاف الله، تعال اقتنعتم خلاص؟ ايوه يا راهب راكا. مفيش حاجه اسمها القيامه بالروح والجسد، لا، القيامه بالنفس فقط، ومفيش حاجه اسمها زواج في المسيحيه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ومتزوج، والمتزوج يعمل ايه؟ يسيب بيته ومراته ويبدا من جديد. يلا انتوا دلوقتي. ايه اللي جابكوا عندي؟ انا ما بحبش اجي عندكم عشان الايمان بتاعكم. جايين انتوا عندي ليه؟ سلام يا اخي راقه، ايه بقى اللي مش عاجبك في الايمان بتاعنا؟ انتوا بتقولوا في الايمان بتاعكم ان هناك قيامه بالروح والجسد، ازاي؟ يعني الجسد ده لما يموت ويتحلل يقوم مره تانيه؟ ما هو لو كنا قلنا ده من نفسنا يبقى معاك حق تكذبنا وتحاربنا، لكن رب المجد علمنا ده وقال ده في كتابه المقدس، والكتاب المقدس في مواضع كتيرة لقيامة الموتى. مثلا رب المجد أقام لعازر من القبر بعد 4 أيام، وأقام ابنة الأرملة اللي من نايين، وأقام ابنة ييرس، ورب المجد نفسه قام من الأموات بعد 3 أيام وصار بكر الراقدين. وبولس الرسول شهد بكده وقال إن كان الموتى لا يقومون فلنأكل ونشرب كأننا نموت غدا. أنا مش مصدق الكلام ده. على العموم أنتوا كرزوا بالإيمان بتاعكم وأنا حكرز بالإيمان بتاعي، وبكرة نشوف مين الصح. إحنا بنكرز ونبشر من نص قانون الإيمان اللي تعلمناه ورسناه عن الأباء القديسين المجتمعين في مجمع نيقيا، واللي كتبه أبينا أثناسيوس. قول نص قانون الإيمان يا أب إسحاق. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. أنا مش مصدق الكلام ده. في مدافن هناك، لو قومتولي واحد ميت من الأموات أكلمه وألمسه بإيدي يبقى انا معاك، لو ما قومتليش يبقى انا هقوم لك نفس واحد ميت تكلمه وتشوفه كمان. بقى عشان نفس واحده ضلت وانخدعت نجرب الرب الهنا يقوم لنا ميت؟ لا، مش عشان كده وبس يا بمقار، علشان كل سكان مصر. لو سيبنا الراهب الهرطوخي ده هيخدع كل سكان واقباط مصر. طب تعال. افتحوا القبر ده. يا
أب إسحاق، يا كل الشعب، اطلبوا من السيد المسيح يا إخوتي بدموع وقلوب منكسرة إنه يعمل عمل في هذه الساعة حسب محبته للبشر. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. كريالاي صون، 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 قرن تتيرن مهما ننتكرن سمن ما ننتكرن كان النوبي من إبول. بقوة ربنا يسوع المسيح الإله الحقيقي اللي أقام لعازر من الأموات، يقيمك الآن أيها الميت الراقد هنا من سنين، ليعلم هؤلاء المخدوعون ويصدقوا قيامة الأموات. بقالك كم سنة نايم هنا؟ أنا من هنا من زمان طويل. ومن أي ملة؟ كان الملك بتاعنا بيعبد الأصنام. ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد. قبض على القديس مار الكبير وابونا مار السكندري كاهن جبل شهيد، وعزل الانبا بطرس البطريرك 21 بطريرك اسكندرية خليفة القديس اثناسيوس الرسول، الامبراطور فالنس اصل اريوسي ومقتنع ببدعة اريوس، فعزل البابا بطرس ونفى رهبان البرية. ما قدرش فقبض عليهم ونفاهم لجزيرة وثنية ما فيهاش غير معبد وثني فرعوني. وبعدين هنعمل ايه؟ هنفضل كده؟ احنا نصلي ونصلي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. ربي والهي انا اللي صعبان عليا يا ابونا مقار يا سكندري وانت كاهن برية شهيد هو نفي البابا بطرس 21 بطريرك اسكندرية. ما هو احنا في المنفى احنا كمان يا انبا مقار. احنا مش مهم، لكن البابا بطرس تولى رئاسة الكهنوت سنة 373 ميلادية، وبعدين هو خليفة القديس أثناسيوس ورمز لكل المسيحيين. الشعب المسيحي فاهم بدعة أريوس كويس، والأنبا أنطونيوس زار البابا أثناسيوس في اسكندرية قبل كده وأيده في موقفه ضد الأريوسيين. ليه ربنا سمح ببدعة أريوس اللي بتحارب ألوهية الكلمة والمساواة في الجوهر؟ ياه، من زمان، من 40 سنة سألت نفسي نفس السؤال. ربنا سمح وحطني في تجربة لسه أثرها موجودة لغاية دلوقت، وكان لي علماني اسمه سلوانس بياخد شغل ايدي ويبيعه. يومها عرفت الإجابة، ربنا بيسمح بالتجارب دي
وبيسمح لآخرين يدافعوا عنها لتأييد الحق وتمجيد اسم الرب القدوس. ده الناس اللي في الجزيرة هنا بيعبدوا الأصنام وما يعرفوش حاجة عن ربنا، ده حتى بيخافوا يبصوا في وشنا. بنت الكاهن الوثني عليها أرواح شريرة، تعالى وأكيد اسم الرب حيتمجد. يا أحبائي، أول ما جيت وسكنت هنا برية شهيد شكرت رب المجد بكل الصبر والإيمان، وشهيد معناها بالقبطية ميزان القلوب. في يوم جالي ملاك الرب حط ايده على قلبي، سألته ايه ده؟ قال لي انا وزنت قلبك. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني شفت الفضائل والثمار الروحية. قلت له مش فاهم. قال لي رب المجد هيطلبك بثمر. قلت له اي ثمر؟ قال لي الثمار الروحية والوصايا والفضائل، لان الرب هيخليك اب لشعوب كتيرة في برية شهيد. دلوقتي فهمت يا أحبائي، انتوا الثمار الروحية والفضائل، انتوا شعب المسيح المتوحد، وياريت ياريت كل واحد فيكم يكون مستعد عشان الثمار الروحية اللي جواكم تنمو وتثمر وتنور حياتنا المسيحية لرب المجد يسوع المسيح. سلام يا أبا مقار. سلام ونعمة يا ابني. يا أبا مقار، إزاي أخلص نفسي وأقتني الحياة الأبدية؟ روح المقابر، اشتم الموتى واحدفهم بالحجارة وتعالى قول لي إيه اللي حصل. حاضر يا أبا مقار. يا اموات، انتوا لا ابرار ولا قديسين ولا اي حاجه. طب عمركم عملتوا حاجه حلوه في حياتكم؟ ايوه، كل اعمالكم وحشه، كله مشيكم وحش. ايوه، انتوا لا ابرار ولا قديسين ولا تستاهلوا اي حاجه. برضه حلوه يا بني، لو حليناه هيموت الناس دي كلها. ما تخافش حلوه. اسمك ايه؟ بتسألني عن اسمي؟ انا اسمي لجيون، احنا ارواح كتيرة ساكنة جواها. باسم يسوع المسيح اله الكل،
اخرج من هذا الإنسان وما ترجعش لي مرة تانية. بكرة الصبح هتروحوا الكنيسة وتناولوه. سلام يا ابا مقار. سلام ونعمة يا ابني. عملت زي ما قلت لي بالظبط، شتمتهم وحدفتهم بالحجارة. ردوا عليك؟ لا. طب روح مجدهم وقول لهم انتوا ابرار وقديسين، وتعالى قول لي ايه اللي حصل. حاضر. انت بان عليك طيب وعمرك ما عملت حاجه وحشه، وانت شكلك عمرك ما غضبت ربنا وطول عمرك ماشي كويس. ايوه شكلكم طيبين، عمركم ما عملتوا حاجه وحشه في حياتكم، انتوا ابرار وقديسين. سلام يا ابينا مقار. سلام يا ولدي. مش عايز حاجه من البلد؟ رايح فين؟ نازل لابيع الشغل ده وراجع. طريقة البيع في الأرياف والمدن خسارة وعثرة على الراهب. أنا بلف على البيوت بسرعة بسرعة أبيع شغل وشغل الإخوة وأجيب طلباتهم وأرجع في نفس اليوم. أنا على أيامي كان ليا علماني اسمه سلوانس، يجيني ياخد مني شغل إيدي يبيعه ويجيب لي العيش والملح. حتى أنا ليا ذكريات معاه لسه أثرها معلمة لحد دلوقت. ما تخافش عليا يا أبو مقار، صلواتك حماية ليا والبرية شهيد كلها. إذا حصل لك حاجة يا ولدي أو وقعت في دقيقة قول يا إلهي نجيني. حاضر. سلام يا ابو مقار. سلام ونعمة يا ابني. عملت زي ما قلت لي، ما جبتهم وقلت لهم انتوا ابرار وقديسين. حد رد عليك؟ لا. شفت بقى لما شتمتهم محدش رد عليك، ولما مدحتهم وقلت لهم انتوا قديسين وابرار برضو محدش رد عليك. عشان تقتني الحياة اعمل زي الأموات، لو حد شتمك ما تردش عليه، ولو حد مدحك ما تتغرش ما تتكبرش، بكده تحيا مع المسيح. حاضر. انت تعال تعال. وريني معاك ايه؟ لا تعال تعال. بكام ده؟ ده بنص فضة. وده كمان بكام؟ ده بفضة. وده كمان. انت هتشتري ولا امشي؟ هشتري. استنى بس، مالك اتحمقت كده؟ ده انت حتى شكلك لسه صغير، وايه اللي دخلك الرهبانة بدري بدري؟ ها؟ طب الحياة في الصحراء احسن ولا هنا احسن؟ ها؟ بتقولي مالك خايف كده ليه؟
إذا حصل لك حاجة يا ولدي أو وقعت دقيقة قول يا إلهي لجيني يا إلهي أغثني يا أبي القديس مقر نجيني يا أبي القديس مقر نجيني نجيني يا مقر نجيني يا مقر صباحك يا مقر انقذني نجيني يا مقر نجيني يا أبي القديس مقر نجيني يا مقر اشكر الله يا ولدي على نعمته لأنه زي ما خطف فيلبس من قدام الخصية الحبشية خطفك وجابك هنا اشكر الله يا ولدي على نعمته يلا كل اللي كلفتني بيه يا رب يا يسوع المسيح قد كمل وشفته بعيني ولمسته بايدي الاديره الاربعه معموره بولادك المخلصين دير ابا يحنس وفي الغرب منه دير الانبا بشوي ودير القديسين الرومانيين ماكسيموس ودوماديوس دير الروم ودير عبدك المتواضع في جبل الإسقيط الحمد ليك يا رب يا يسوع المسيح لأني عشت لحد ما شفت الأديرة الأربعة معمورة أنا عارف يا ربنا يسوع المسيح إنك هتحبها وهتأسسها على رأس هذا الجبل في الغرب الشرق الشمال والجنوب في أربع اتجاهات وأربع مجموعات رمز صليبك المقدس يا يسوع المسيح نعرف يا رب انك هتمد ايدك وتبارك اولادك المخلصين في هذه البرية وهتباركها لانها هتكون خلاص لكل اهل العالم المدعوين والمختارين للرهبنة لخلاص انفسهم وتمجيد اسمك القدوس يا يسوع المسيح يا ربي يا يسوع يا حبيب نفسي سترة الجسد أصبحت ضعيفة أنا أصبحت في 90 من العمر وما عنديش قوة إلا قوتك يا يسوع يا ترى يا ربي يا يسوع المسيح هتمني علي بالرحيل إمتى وحجيلك إزاي وإيه القضايا اللي هتواجهني بيها وحسكن فين منك يا يسوع بصلي يا أبا مقر مش عارفني
انت ابي يا ابا انطونيوس، وده اخونا ابا بخوميوس ابو رهبان الشركه. جينا ناخدك معانا، فاضلك 9 ايام على الارض. ارفع عينيك لفوق، شوف المكان اللي هتسكن فيه، افرح وتعالى الى الراحه. افرح يا ابا مقار وتعالى الى الراحه. افرح وتعالى الى الراحه. تعالى. ويعلم الرب انا ما كتمت عنكم اي شيء العمر كله اللي قضيته معاكم، لكن كنت دايما بتكلم معاكم بكل شيء يقويكم وينفع نفوسكم. وبكل قوتي كنت بعمل وبعمل وفوق طاقتي عشان ما كنش سبب لأي حد فيكم انه يتوانى او يتكاسل او يأثر في حق نفسه او حق الله. ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي حزن أو غضب على أي حد فيكم، ولا تعديت ولا تخطيت أعمال الله. ويعلم الرب محبتي ليكم ولكل الخليقة، وهو شاهد علي. أما النصرة على الشياطين والرحمة والنعمة فكانت بقوة الله ونعمته، مش بقوتي. وعمري ما نسبت شيء لنفسي، وإنما بيد الله القوية كل شيء كان بيتم. اهتموا يا إخوتي، اهتموا بخلاص أنفسكم، لأنني بعد قليل راحل عنكم. بتعيطوا ليه؟ اسكتوا اسكتوا اسكتوا، لسه ما جاش وقتي. لكل واحد فينا وقته، ومش هيقدر مش هيقدر يهرب منه. يلا يلا كل واحد على قليته وصله. أسرع يا أبا مقار واخرج، كل القديسين منتظرين. يا ربي يا يسوع، يا حبيب نفسي، اقبل روحي إليك.
يا كوكب الإسقي وبصدق لسانك يتمكن المكسيك وتوحد.